فار سحب الاسئله الثانيه قال له تعال ابو علي ابو علي قال لي اسالك من لكم قال له انا اوريك المرجله تعال تعال حضره كبيره جاء عند حضره كبيره قال له الاسد ادخل من هنا يوم دخل الاسد يا دخل تشر وشري زي الاولى دخل الاسد المنجب ايه دخل المنجب 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 صح صح جمل قمر جن وقرد ايوه خلينا نضبطها شوي نعيد نقول السالفه قدامنا حلو حلو اسلم لقى جن وقرد ايه الا يسمح متسلسل قرب قرب كم دقيقه القصة شيء هو بيقول قصة في نص السالفة يعني يوجه لك تكمل قصة كمل اختار أي واحد يوجه لك خلصت توجه لأي واحد أنا عرفته لا أنت ما فهمت شو يقول أنا عشان عبد الله فهمتها أنا أقول شوي نجمع العيال ونقول لا بس يلا يلا كمل 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 ساعة كمل حيف هل قام تسرسرون قرب علي مرة سمع اسم ذهب ايه الماس ايه ألا على التفات الجني عليه يوم قال كذا يضحك الا السن ذهب بالجني ايوه الماس استغرب الحيوانات كلها الاسود وقفت كذا تطالع ايوه سن ذهب مع جني كيف جاء الفار يمشي ايوه الفار جاء الفار قال له تعال يقول للجني قال انا بعلمك خطه عندي في الغابه جلسوا مع بعض قال شوف احنا اتفقنا انت تقول نفس المكان اللي قبل احنا اتفقنا ان نقضي على مين؟ نقضي على الاسود في الغابه حلو خطه قالوا كيف؟ قال كذا اضرب النعامه ايوه فقال له ان النعامه ايوه يلا اضرب النعامه يوم ضرب النعامه طال عمرك ركض اللي هو منه الفار ركض الفار والنعام وراه لقى ان الاسد توظف عرفت وظيفه خايسه من 4 5 عرفت 8 5 متضايق وقاف اخلاقه راح المنجم يوم راح المنجم نفس الفار الاول رجع اي مسوي هو اللي محرك الفار هو محرك ايوه الفار مسوي حاله عرفت اللي فاهم صغير يركض بسرعه عرفت المهم طول عمرك لقى طول عمرك انه في مشكله بالقمر الصناعي لانه البث يوم يشوفون ما يقدرون يشوفون التلفزيون حلو عرفت شبكه وكذا المهم فاول سلام ورحمه الله فاول ما غير عرفت اللي القرد متضايق سعيد بلخم يلا القرد متضايق القصه اقول قصه وتروح والله ود انت دخلت بحلق واحد دخلت اسرع المهم ان القرد اول ما زلق القرد الا قدامه الفار والاسد يتلحقون تحت يشوفه من بعيد ركض يراعي مرة الاسد ينحاش والفار وراه فما امداهم الا دخل بحفره الاسد ورا الفار يوم دخل ويمسك الجني يوم سحب الجني ويدخل معه نفس الحفرة ويطلع على الأسد نطلع على الأسد أعطيه نطلع على الأسد ويدب على أخوياه لجواله ما في رصيد ويدب عليهم ما رد ويشيل الكرمز من جيبه ويرسل لهم يوم أرسل لهم والشيلة في بطة طلعت لهم من الحفرة قال وش تابس الحفرة هنا قالت كنت آكل وش تابكم تشتغل طلع شوي في ثور محمد ركام وديهم السوق ودي يا أم محمد لهم السوق الثور لا راح لا 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 سوى هذا اكثر من واحد اي واحد الله يقاقب عادي وجهها لاي واحد يلا انا ابو علي جرب الثور مع ركاب وماشي كمل مشى الثور ايه وقابل ثيران ايه واجد على يمينه وعلى يساره حلو ايوه هو الثور اللي في الوسط لا ايوه البراد مشى ورجع نفس الثور الاول انا روح يا ثور الله يسلمك ردت علي اسلم انا مهم يجيك الثور يا من نزل الركاب عند عوال عمه التيران الاولين نعم وهو يرجع
اذنهم ما حاسبه ويرجع يدور الاسد يبغى يشتكي على الركبه. يوم حصل الاسد الاسد قال يا اخي واخر مني انا ما عندي جوال الاسد ايش تبغى ايش ابغى توكل على الله. شوي يجي الغراب مشوت ايش عند الغراب؟ قال الغراب راح يزور عند اخوانه المستشفى. ما طلعت المستشفى الا الغزاله طالعه. والغزاله طال عمرك تركب معهم مع الثيران. تركب معهم طال عمرك ويدقون اربعه بلوت الصندوق في الحوض. اي والله شويه اللي جايت من البطه حق سعيد اللي قبل شوي. البطه المراد البطه مشت البطه راح من الدوسري اسامه دوسري. ايوه نفس البطه ساق عليه. اي نفس البطه بطه سعيد. ارجع هنا ارجع هنا هنا صاروا دايركت اقرا عند الاكشن. المهم مشت البطه جات عند سعيد كحلا نفس البطه نفسها. المهم تجيك البطه وتنسى تنسى اغراضها في البيت. محا اغراض وهو يطالع على البطه تبغى تطلع من الغابه زعلانه خلاص طلعت انقلت من غابه في غابه جاها نقل. تمر البطط صديقاتها وسلم عليها. يوم مرت البطط كلها قالت وش عندك شو قال والله انقلوني بروح غابه ثانيه تأديب هناك احسن كذا. وهي طالعه قابلها شو اسمه قابلها كنغر كنغر بس مكسور. ايش فيك سلامات؟ قال طمر علي راعي نمر وكسرني. يوم كسر الكنغر قال كنغر والله لا خذ حقي ابى اجمع الثيران واروح اخذ حقي من شو اسمه من البطه. البطه قالت انا معك انا زميلات موجودين في الغابه يعني كان احتجتني ترى موجودات. قالوا كم جراح الكنغر مع البطاط راحوا توجهوا توجهوا الأعلى جبل بذاك اللي يسمعون صوت ركض 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 ويجون كذا ألا فار يلحق الواسد نفس الفار باقي يلحق ما قدروا دخلوا بلاهم حفرة. اي الحفرة هذه كانت منجم ذهب منجم ذهب اي نرجع منجم الذهب هذا يوم دخلوا في الحفرة واستانسوا وقالوا لقينا ذهب لقينا ذهب لقينا ذهب. جابوا خبير ذهب يشوف يكشف كيف يعني عيار الذهب وكذا. طلع هذا الذهب كذبي. اي للاسف طلع كذبي ما هو صدقي. طبعا جسر حزينين للاسف وشوي طبعا يا شرطه تخيل جاء البطه جاي تركض زعلانه يشتكي على الاسد يقول الاسد طردني وما ادري ايش والبط وفيه كنغر من كسر رجله متمزق فيه رباط. المهم عود الا جاي الفار يركض يلحق الاسد. الاسد دخل في مركز الشرطه قال يا وين؟ يقول الفيل. يقول للفيل الفيل معصب يوم يلد الفيل يجي الفيل الفيل يركض يركض وش الغابه كلها ركض يجيك الفيل ويجيك الفيل يركض 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 ايش فيك؟ ويطلع يطلع على البطه وقف يمسك ايش في ايش في يا فيل؟ قال الاسد منزل امر ان جميع الفيله تذبح. قال انت قال جميع الغزال جميع الغزال يقول له قال البطه ما ادري ايش فيك تركض؟ قال يا اخي في امر منزله الاسد قال ايش؟ قال جميع الزرافات والغابه لازم تقتل. قال طيب ايش فيك انت تركض يا اخي؟ قال احمر راسك مشروع. قال خلاص انا احمر يكلم الحمار. قال يا اخي شوف هذا فيل انتبه في فرق هذا طويل خرطوم ركز في شغلك لا تجي مالك على خير. ويطلع الحمار يوم طلع من الحمار ويوم بدا يقدم اجازه الحمار على الاسد. يوم قدم اجازه ايش قالوا له؟ قالوا له لا اشوفك تحوم عند الفيله خليك بعيد عن الغابه. يوم طلع برا الغابه قابل القرد ولا الكنغر مكسور رجله. قال له ايش فيك انت؟ قال تهاوشت مع شو اسمه مع الفيله اخوانك اللي في الغابه عرفت؟ يوم راحت قابله استغربوا قال انت من جد تلقف على الفيله؟ قال انت على الفيله. قال السواق قال مسكوني بالخراطيم وضرب الخراطيم مكسور رجله. يوم صار رجله طلع راسه شو اسمه من راسه دم. ايوه مسك راسه بدم عود على الفيل. قال الفيل يا ودان ثلاث اضرب ذا بالصوت اللي معه الفيل معص كي بس يضرب 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 ويعدى مع نفسه. المهم ويجي عصب الفيل ايه معصب الفيل. يوم جا البطه جاي معها شنطه كذا فيها علاجات تدهر راس اللي طايح منه هو ذاك الكنغر الكنغر طايح مصاب يلقى له قدامه مشروب شاهي الظاهر 9 مو مشروب غازي ها؟ لا شاهي 9 يشرب يشرب وهو يشرب كذا حار وطاح على راسه. لا هو الشوك يعني ترى انت لو سويت كذا فيس